لا نولين في عرس يارا عزيز، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع يارا عزيز اللي احتفلت اليوم بزواج أمها ووالدها، حيث قررت يارا أنها تحقق أحلام عائلتها وعملت لهم عرس بعيد زواجهم. وقامت لانا ولين بنشر مجموعة من الاستوريات بوقت العرس، وكشفوا أنه هنن مو معزومين لعرس يارا عزيز. أترككم مع استوريات العرس ورأيكم بخصوصها.